أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائنا المشاهدين. الخبر الأول، نبتدي نشرتنا لهذا اليوم بأهم الأنباء. وأخيراً تم فتح أبواب السياحة الكورية من جديد. بداية من شهر إبريل الحالي تم افتتاح السياحة إلى كوريا من جديد، بحيث يستطيع المسافرون من الإمارات العربية المتحدة، عمان، قطر، البحرين، المغرب وتونس دخول كوريا معفين من الحجر الصحي الإلزامي الذي كان يمتد لسبعة أيام بشرط أن يكونوا من ضمن المدعمين للقاح كوفيد-19. وتعتبر هذه أنباء طيبة بالنسبة للعرب الذين خاب أملهم لعجزهم عن السفر إلى كوريا لأكثر من عامين. واحتفالاً بمناسبة استئناف السياحة الكورية، عقدت هيئة السياحة الكورية في دبي فعاليات متنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 10 أيام بداية من 3 إبريل. شارك فيه العديد من المهتمين بالثقافة الكورية، حيث عبروا عن مشاعرهم واهتمامهم الخاص تجاه كوريا وما تحمله من ثقافات متنوعة، بالإضافة إلى حماسهم المتوحش لزيارة كوريا الجنوبية في الأيام القادمة. ومع قدوم أنباء استئناف السياحة الكورية، كانت فتلات أزهار الربيع تملأ الأجواء، ونأمل أن يستطيع الجميع القدوم إلى كوريا قريبا. الخبر الثاني، أهمية التصريح للسفر الإلكتروني. تضامنا مع افتتاح السياحة من جديد، فإن تقديم لتصريح السفر الإلكتروني مهم جدا، وهو عبارة عن إذن إلكتروني يحتاجه المسافرون الأجانب قبل القدوم إلى كوريا، ويمكنكم التقديم عن طريق الموقع الرسمي الظاهر على شاشة الآن. بداية عند فتح الموقع يمكنكم الضغط على تسجيل لتصريح السفر الإلكتروني، بعدها يمكنكم اختيار القارة والجنسية الخاصة بكم. قوموا بالموافقة على جميع الشروط والأحكام الخاصة بإصدار التصريح الإلكتروني. في الخطوة الثانية، قوموا بإدخال رقم جواز سفركم وعنوان الإيميل الخاص بكم. في الخطوة الثالثة، يتوجب الحذر في إدخال المعلومات الشخصية الخاصة بكم، لأن أي خطأ بسيط قد يتسبب في إلغاء التصريح. الصورة بالأعلى توضح لكم المعلومات المطلوبة عند كل قسم. بعد الانتهاء من المعلومات الشخصية، قوموا بتعبية المستندات الخاصة بالتصريح الإلكتروني كالغاية من زيارتكم لكوريا، وما إذا كنتم ستقومون بزيارة كوريا وحدكم أو مع أشخاص آخرين. بعدها قوموا بإرفاق صورة شخصية خاصة بكم كما هو موضح في الشاشة. بعد تأكد من جميع المعلومات التي تم إدخالها، قوموا بدفع المبالغ اللازمة، وحينها سيصل طلبكم إلى الحكومة الكورية لمراجعته وأخذ الإجراءات المطلوبة. ونود إعلامكم أن الدول العربية المسموح لها بالتقديم هذه الفترة تتضمن الإمارات العربية المتحدة، قطر، سلطنة عمان، البحرين، المغرب وتونس. ولا زالت الدول الأخرى في تحديث مستمر، متضمنة السعودية، الكويت، مصر، العراق وغيرها. سوف تقوم هيئة السياحة الكورية بإعلامكم بآخر التحديثات الخاصة بالسياحة والسفر إلى كوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها. الخبر الثالث، مع انتهاء الربيع وموسم أزهار الكرز، تنتهي فعالية أزهار كوريا التي استمرت من أواخر مارس إلى منتصف إبريل. تضمنت فعاليات الربيع الخاصة بهيئة السياحة الكورية العديد من المسابقات في الخط الكوري والرسم، وشارك فيها أكثر من 300 شخص مهتم بالثقافة الكورية. ولتطوير التواصل بين العرب المهتمين بالثقافة الكورية، تم إنتاج العديد من المحتويات التي تخص السياحة في كوريا، وأيضاً كان هناك بث مباشر من العاصمة سيول وجزيرة جيجو.
ونبدأ الآن مع فقرة اختيار مديحة لشاري بريل. أهلا وسهلا بك مديحة. أهلا وسهلا ياسين، كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك؟ تمام الحمد لله. أوكي، ما هو اختيار مديحة لهذا الشهر؟ بالنسبة لشهر مارس أنا اخترت أماكن سياحية داخل جيجو، وهالشهر أنا اخترت مكانين ممكن نستمتع ونتمتع بجمال جهور كرز داخل سيول. جميل جدا. ما هذان المكانان؟ أول مكان هو قصور كوريا. ما شاء الله قصور. نعم، سيول كانت عاصمة المملكة جوسون، فهناك في سيول يوجد 5 قصور، ومنها أريد أن أنصحكم قصر كيونغبوك اللي هو أكبر وأقدم قصر في كوريا. ما شاء الله قصر كيونغبوك أفضل خيار. نعم، هل رحت لقصر كيونغبوك قبل في شهر أبريل؟ أنا زرت هذا القصر لكن لم يكن في شهر أبريل. يا خسارة، لازم تزور في شهر أبريل. ما هو السبب؟ السبب هو ممكن نصور على خلفية جهور كرز داخل قصر كيونغبوك. جميل. نعم، عشان هناك في مبنى اسمه كيونغهيرو، وهذا المبنى يقع وسط البحيرة. وسط البحيرة؟ نعم، وحول البحيرة في جهور كرز. جميل جدا. نعم. تصوير مع بحيرة وأزهار. نعم. القرص. نعم، جدا جميل. نعم. هل هناك أي نصيحة يعني خاصة للسياح العرب؟ نعم طبعا، بالنسبة للكوريين لما نزور القصر أو القصر نلبس لبس كوري تقليدي ونصور هناك. جميل جدا. يعني الفكرة جميلة لأن يمكننا أن نعمل أشياء. نعم. كثيرة في مكان واحد. نعم صحيح، وبالنسبة للسياح العرب أيضا ممكن يستعجلون لبس كوري تقليدي من محلات قريبة من قصر. هذا يعني تجربة فريدة جدا. نعم، وخاصة إذا نلبس لبس كوري تقليدي رسوم دخول قصر مجانا. مجانا ما شاء الله. مجانا. نعم. نعم. إذا ما هو المكان الثاني؟ ثاني مكان هو حديقة يويدو على ضفاف نهر هان. يايدو جميل. رحت هناك أكيد. نعم أكيد. نعم. مرات. نعم. نعم. هناك في أول وثاني أسبوع من شهر أبريل ينعقد مهرجان جهور كرز. نعم. فأنا رحت هناك مرات مع السياح العرب. مع السياح العرب. نعم. وكيف كانت تجربة هناك؟ نعم، أول تجربة لي في هناك مع جروب نسائي من قطر. ما شاء. نعم. الله. كلنا لبسنا لبس بالألوان هادية وناعمة مثل وردية وبيضة، وصورنا لخلفية زهور كرز. أوكي. نعم. وعندما نزور أو عندما يزور سياح العرب إلى هذه الجزيرة، هل هناك أي نصيحة أو نصائح؟ نعم طبعا، أنا أعتقد أن الكوري والعرب يحبون النزهة العائلية. صحيح. وهناك في عروض غنائية وموسيقية على الشوارع. كل هذه الأشياء مجانا. نعم مجانا. وممكن أركب دراجة هناك بعد. حلو. نعم حلو جدا. ومرة أنا رحت هناك مع سياح من السعودية. سعودية. نعم، أنا جبت لهم سجادة ووجبة خفيفة. وهم جابوا لي قهوة عربية وشاي. جميل. وجلسنا على ضفاف نهرها وتحدثنا بالمواضيع الجميلة. حلو. نعم. نعم. نعم كده في أماكن ممكن نستمتع بزهور كرز في شهر أبريل. جميل جدا. شكرا. نعم. لك على يعني هذه الاختيارات. شكرا جزيلا. عفوا. والآن مع نشرة الطقس لهذا الشهر. وأخيرا فإن شهر أبريل المليء بالأزهار أوشك على الانتهاء، حيث بدأت أزهار الكرز بالتساقط عند هطول أول أمطار الربيع. إن متوسط درجات الحرارة في كوريا في شهر إبريل يبلغ نحو 10 إلى 13 درجة مئوية، مع ارتفاع درجات الحرارة قليلاً في الجنوب، بما في ذلك بوسان مقارنة مع سيول في المناطق الشمالية. وابتداء من الآن سوف ترتفع درجات الحرارة تدريجياً بحلول نهاية إبريل لنستقبل فصل الصيف بأجوائه الحارة. يعتبر إبريل من الأوقات المميزة بالسيحات الجميلة في الملابس بألوانها الرائعة، لذا آمل أن تأتوا إلى كوريا قريباً لتستطيعوا أن تتسوقوا وتبدأوا مغامرتكم الشيقة في كوريا بجميع فصولها، وتلتقط الكثير من الصور الجميلة
وتشاركوها على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن هنا نصل معكم مع أعزائنا إلى ختام نشرة شهر إبريل، ونلتقي بكم مرة أخرى الشهر القادم. في أمان الله.